أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نأخذ من الحديث خير من الدنيا وما عليها، والحديث الآخر خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أن الجهاد في سبيل الله أفضل العبادات والطاعات، حتى أنه أفضل من طلب العلم؟ هذه مسألة خلافية في أفضل الأعمال بعد الفرائض. أفضل الأعمال الفرائض بلا شك، لكن بعد الفرائض من التطوعات ما هو أفضل الأعمال؟ قيل الجهاد في سبيل الله، يعني جهاد الطلب، جهاد الطلب لأنه فرض كفاية. وقيل طلب العلم، قيل طلب العلم هو أفضل الأعمال. وقيل صلاة الليل أفضل، والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف الناس. فالذي فيه ملكة الجهاد وقوة المجاهد ومعرفة السياسة الحربية، هذا الجهاد أفضل في حقه. والذي عنده استعداد لحفظ النصوص وفهمها وطلب العلم، هذا يكون طلب العلم في حقه أفضل. والذي ليس عنده قوة على الجهاد ولا على طلب العلم، هذا قيام الليل بالنسبة له أفضل. نعم.